التجديد في بناء الخطبة ضرورة من ضروريات عصر التحول الرقمي من حيث التوثيق والأدلة والاستدلال. لذا قامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بعقد دورة تدريبية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة تحت عنوان بناء الخطبة العصرية. تقرير نجوى سيف النصر. تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وفضيلة الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، انطلقت في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج إحدى منارات الأزهر الشريف في صعيدة مصر دورة بناء الخطبة العصرية لتدريب 2500 إمام بواقع تدريب 100 إمام كل يوم من جميع مراكز وقرى محافظة سوهاج. إن شاء الله تعالى الدورة يعني تستمر على أكثر من مجموعة. طبعا هذه الدورة مهمة للغاية من حيث توقيتها ومن حيث موضوعها أيضا، فموضوع الدورة يأتي حول بناء الخطبة العصرية وتنبيه الأئمة إلى أن تواكب الخطبة العصر ومستجدات العصر والتجديد في الخطبة وفي توصيل المعلومة للناس ولعامة الناس، حتى يعني يواكب الإمام ما يحدث من حوله من مستجدات عصرية. العالم الآن أصبح قرية صغيرة، المجتمعات أيضا في بعض التغييرات طرأت عليها، ينبغي على الإمام أن يواكب هذه التغييرات في إطار الثوابت الشرعية التي أقرها ديننا الإسلامي الحنيف. في ظل التحديات التي تواجه المجتمع وتواجه الأمة وتواجه الوطن، رأت وزارة الأوقاف تنظيم وعقد سلسلة دورات تدريبية للسادة الأئمة على مستوى الجمهورية، ومن بينها بالطبع أئمة أوقاف سوهاج. رأت وزارة الأوقاف عقد هذه الدورات لصقل السادة الأئمة وإطلاعهم على المستجدات وعلى القضايا الفقهية المعاصرة. رأت وزارة الأوقاف أن تكون هذه الدورات التدريبية استكمالا لإعادة بناء البناء الفكر الدعوي الأزهري بناء رصينا يعتمد على الأزهر الشريف من خلال كلياته وأساتذته في جميع ربوع المحافظات. ومن هنا تم عقد دورة تدريبية كان افتتاحها اليوم بحضور نخبة من أساتذة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بقيادة فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج. طبعا كلية الدراسات الإسلامية العربية تحتضن دائما أبدا مثل هذه الندوات. الهدف من الندوة أولا الوقوف على حل المشاكل التي يعاني منها الأئمة وزملائنا في وزارة الأوقاف. الأمر الثاني معالجة الأفكار الخاطئة، لأننا نرى كثير من الأفكار تحتاج إلى علاج، فلابد من أن نضع أولا أيدينا على الداء حتى نقدم سويا العلاج المناسب بما يتناسب مع الخطبة العصرية في زماننا هذا. الحمد لله أني برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف تنعقد دورة بناء الخطبة العصرية لجميع أئمة أوقاف سوهاج القرى والمراكز والبندر، كل جميع أئمة أوقاف سوهاج على مدار 26 يوم. الفئة المستهدفة من هذه الدورة أئمة وأوقاف سوهاج بمعدل تدريب 100 إمام في اليوم،
على مدار 26 يوم 2600 إمام يتدربوا في هذه الدورة. أمام الإمام أو أمام الخطيب مستمعين مختلفين، منهم المتعلم ومنهم غير المتعلم، لكي يصل بهم المعلومة جيدة لابد أن يكون دارسا متعلما للغة العربية بأصولها وفروعها، أن يكون دارس للفقه الإسلامي، العقيدة الإسلامية، حتى يصل إيه بالأحكام الصحيحة، يصل للأحكام الصحيحة مع المستمعين. فالدورة بتتكلم عن اللغة العربية، بتتكلم عن العقيدة الإسلامية، بتتكلم عن الفقه الإسلامي ومدى اهتمام الاختلاف بين الأئمة. فالواجب على الخطيب أو الإمام يصل بالمعلومة السهلة اليسيرة للمستمع إن شاء الله. جلسة افتتاحية تم عقدها داخل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج، تستهدف أئمة المساجد من أجل تحديث الخطبة المعاصرة. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.